finally I wake up at the morning. At the morning? At the morning ايه يا ابني؟ هو في حاجة اسمها at the morning؟ اسمها in the morning يا حبيبي، اسمها in the morning. طبعا كتير مننا بيغلط فيها وبيقولها غلط هي وزيها كتير، وعلشان نتجنب الاخطاء دي مع حروف الجر او البروبوزيشنز عملت لكم الفيديو ده، وفي الفيديو ده هنتكلم عن اهم الاخطاء الشائعة اللي بنغلط فيها كلنا في استخدام البروبوزيشنز او حروف الجر. انا اسمي احمد حسن وانتوا بتتفرجوا على قناة Learn Different. من اكتر الغلطات اللي بنغلطها ان احنا نقول at the morning او at the evening، لكن الصح ان انا اقول in the morning واني اقول in the evening. الحالة الوحيدة بس اللي بستخدم فيها at وهي لو بتكلم عن night، فاقول at night at night at night بالشكل ده. من الغلطات الشائعة برضو اللي معظمنا بيقع فيها ان احنا بنستخدم كلمة consider معاها كلمة about، او بنستخدم كلمة discuss ومعاها كلمة about، لكن الصح ان احنا بنستخدمش about مع discuss او مع consider. فمثلا لو انا عايز اقول لمديري ان انا عاوز اناقش معاه حاجة معينة ليها علاقة بالشغل، ساعتها هقول I want to discuss something with you، مش هقول I want to discuss about something، لا هقول I want to discuss something with you على طول من غير ما أقول about. كذلك الحال برضو لما أجي أستخدم كلمة consider، consider اللي هي يحط في اعتباره حاجة، ساعتها برضو مش هستخدم معها about وهجيبها من غير أي حاجة أو أي proposition تاني معها. زي مثلا إن واحدة ست تقول لجوزها consider visiting your sister، consider visiting your sister يعني حط في اعتبارك إنك تزور أختك، مش هتقول له consider about، هتقول له consider على طول، ده على اعتبار ان هي عايزة يروح لاخته يعني. ما علينا، خلينا في موضوعنا ده في حالة استخدام consider او discuss. اما بقى لو هستخدم talk او think، ساعتها هستخدم معهم about، فهقول talk about وهقول think about. كذلك برضو من الغلطات الشائعة اللي معظمنا بيغلط فيها هي ان احنا بنيجي مثلا علشان نوصف ان احنا عمرنا ما رحنا مكان معين زي حديقة الحيوان مثلا، فنقول I have never been in the zoo، I have never been in the zoo. طبعا ده استخدام غلط تماما، في الحالة دي ما ينفعش نستخدم in، لكن الصح ان احنا بنستخدم to. فالصح ان انا اقول I have never been to the zoo، I have never been to the zoo. الحالة اللي ممكن استخدم فيها in مع المكان اللي بتكلم عنه ده في حالة لو انا بتكلم عن المكان ده وانا موجود فيه فعليا دلوقتي، زي مثلا اني اقول I enjoy staying in دهب، I enjoy staying in دهب يعني انا مستمتع بوجودي في دهب. طبعا مين مش مستمتع بوجوده في دهب، ومين مش نفسه يبقى في دهب يعني، خليك منطقي يا اخي، اسف ما علينا. كذلك برضو من الغلطات الشائعة انك انت لما تيجي توصف لحد ان انت متزوج من شخص معين او متزوج من فلان انك تقول I'm married with. طبعا I'm married with دي غلط تماما، وساعتها هيفهم معنى مختلف عن اللي انت عايز تقوله، لكن الصح انك تقول I'm married to. فمثلا لو انا متجوز واحدة اسمها سارة هيقول I'm married to Sarah، I'm married to Sarah يعني انا متجوز سارة. طب امتى يا عم الحاج استخدم married with؟ ولو استخدمتها يبقى معناها ايه؟ بمنتهى البساطة لو انت عايز تقول ان انت متجوز وعندك ابن او عندك ولد او بنت او ايا كان الابن ده، ساعتها هتقول I'm married with وبعدين تقول اسم الولد. فمثلا لو انت متجوز وعندك ابن اسمه علي هتقول I'm married with علي، I'm married with علي. فاوتوماتيكلي كده الشخص اللي بيتكلم معاك او بيسمعك هيفهم ان انت متجوز وعندك ابن اسمه علي. تخيلي بقى كده منظرك وانت ماشيه كده مع جوزك وحد بيكلمك وبعدين قلت له I'm married with علي ورحت مشاور على جوزك، هيقول ايه؟ هيفتكر ابنك. تخيلي بقى الكوميديا. موقف صعب قوي. ما علينا، يبقى الخلاصه في الموضوع ده ان انا لو عايز اقول ان انا متزوج من فلان هقول I'm married to، I'm married to. كذلك لو عايز اقول ان انا مطلق او مطلقه من فلان هقول I'm divorced from، I'm divorced from، I'm divorced from بالشكل ده. لكن لو عايز اقول ان انا متزوج وعندي ابن هقول I'm married with وبعد with هحط اسم الولد اللي انا مخلفاه. ما تنساش بقى تعمل مثال على كل حاجة استخدمناها في الفيديو ده وحطها لي في التعليقات علشان اصلحها لك، مش عايزين نغلط الغلطات دي تاني ولا ايه؟ بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف كل الفيديوهات الجامدة جدا اللي احنا هنعملها واللي عملناها قبل كده. ما تنساش كمان تابعنا على فيسبوك وانستجرام وكمان تيك توك. مستنيك.